الشوكي. أنا نسأل بعض الله في واحد يقول لي ما في سيزار قال عندنا فرح اشتقنا جمعية قال هذا مستدعى من الطالب يتطور من الجلسة في رئيس البلدية لكن كانت لو تحضرنا في الأمر جينا في قال هم لها الوقت ومن بعد جاتهم كلمة دعوة ثالثة كما يحتاج خلاص ما خالف لكن دعوة كذا كاين هذه الجهات المهيكلة مهيكلة جمعية فاعلة مهيكلة من بعد هذه النظرة تاعي ولا حاجة حضرها معايا جيت كيف كيف بكرة مع السيد مدير مدير الشباب والرياضة راح يدير لقاءات على مسألة الضوائب كيف راح نسمعوا بعد ان شاء الله راح تعمل على جميع الجمعيات وبعد ان شاء الله يكون لقاء مع كل هذو اللي حضرتوا معاهم نديروه هنا على مستوى القاعه هذه ونقرأ ان شاء الله اذا كان ربي يبغى ان شاء الله نقرأ سؤالا ونجيبوا كل اقتراحات هذه اللقاءات اللي راهم يقروا نجيبوا كل اقتراحات هنايا ونزيدوا ندرسوهم مع الجمعيات وماذا بينا كي تكون في حضوركم بحضوركم على الاقل راكم تحضروا اللقاءات اللي ديروهم انتوما راكم ترأسوهم طاير انتوما لقاءات اللي يجي لهم عندكم سواء مدير الشباب والرياضه ولا مدير الثقافه ولا نشوفهم بعد كيفاش ما نضيفوا هيئات اخرى تجيو تسمعوهم من بعد نتلاقاو كيما رانا هنايا في القاعه هذه ان شاء الله ولا قاعه واحده اخرى اللي تكون اوسع ان شاء الله فوق وطا ولا نخصوها بار دايره ولا نشوفوا نلقاو لها الطريقه باش نديروها وندسكتوا في كل الحوايج اللي تهم الشان المحلي تاعنا بغيت الوصول الى الحلول الاخرى اليوم انا نقولها ونفتخروا بها وتفتخر بها كل الحمد لله البلاد كاين انجازات دارت وكنتوا انتم احد الصناع نتاعها سواء في البرامج السابقه وان كانت مشات بطريقه جيده هاد المره ثاني كي مشات بطريقه مليحه ماهيش نقولوا مقبوله ماناش راضيين عليها 100% ومازال ان شاء الله عندنا امل باش ان شاء الله في لو بروشان سافا بيان افونسي ان شاء الله وتكون مليحه وهذا الشرف يرجع لكم انتم دونك ماذا بيا الانسان ياخذ كل الامور بجديه ما نخليه حتى حاجه بالصدفه واليوم قلت لك انا في مع ان شاء الله قرب انتهاء السنه الماليه خصنا جهد مضاعف باش ان شاء الله على الاقل كي ندخلوا السنه القادمه ان شاء الله ما يبقاوش عندنا دي زوبيراسيون كيما يقولوا سابقين نضربكم بعد حتى من بعد مع السيد مدير الاداره المحليه بليطو مدير البرمجه